المسلم يأتي بالصدق لا يكذب. يصدق أولا مع الله ثم يصدق مع الناس. وكذلك يتحلى بالآداب والأخلاق الإسلامية التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. شيء ثاني شيء قاعهم شتو من فضله بايم رسول الله صلى الله عليه وسلم مش حتاي داخل دول خزبي وكش صلة الأرحام خولي إذا صلة الأرحام يعني الأقرباء يصلهم. ثالث ثاني شيء قرقل شنا ثاني طويل يكمل ديك ديك خبر بر الوالدين شيء دين يعني ثاني ديك خبر الإحسان إلى الضعفاء إلى اليتامى أعطوا غدرة تي عش بول نه تاني يا غيل نه غيل بول عش بول نه عن تغدر تاني تات ديك ديك حجر يتاني يعين المحتاج يعين الضعفاء يخ حش تقول شدر نه تاع حش طلع غيل كم ميسك كم غدر يشاع يغدر تو يغدر شيء خلل